صلاح يا صلاح صلاح. ايوه مالك بيه؟ في ايه يا صلاح؟ هو انت كنت نايم ولا ايه؟ اسف يا فندم، معلش النوم غلبني. معلش معلش، حصل خير. روح بسرعه يا صلاح اعمل لي كوبايه قهوه لو سمحت. دي خامس كوبايه قهوه يا فندم تشربها النهارده. جرى ايه يا صلاح؟ وانت بتعدل لي المشاريب اللي انا بشربها ولا ايه؟ اسف يا فندم ما اقصدش، لكن انا خايف على حضرتك. انا عارف ان كتر القهوه بالليل قبل النوم غلط، وحضرتك الساعه داخله على الساعه 3 وحضرتك مش هتقوم ترتاح النهارده؟ لا 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 لا، مش هرتاح الليله، انا منتظر تليفون مهم جدا. ده بالنسبه لي تليفون العمر. روح انت دلوقتي. ايه ده سمير؟ ايوه سمير حبيبي يا مجد باشا. ايه الاخبار يا سمير؟ تمام كالعاده يا باشا. طمنا على الصفقه، ده انا لسه بقرا في الورق بتاعها. بس المره دي احتاج منك تزود عمولتي شويه مجد باشا، انا هاخد 40%. جرى ايه يا سمير؟ ما احنا اتفقنا على 20%. باشا انا بسمع منك الكلام ده كتير، انا اسف يعني. وبعدين بقى يا سمير؟ خلاص يا سمير اسمع بقى اتفاقي معاك، 20% قبل استلام الصفقه، وال20 الثانيه بعد تتميم الصفقه ان شاء الله. هو ده الكلام يا مجد باشا. تمام يا كبير، ماشي مع السلامه. تمام تمام يا سمير، سلام سلام يا سمير سلام. القهوه مجد بيه حطها عندك يا صلاح. مجد بيه ما تاخذنيش، حضرتك شغال ليل ونهار وطحن نفسك في الشغل، وانت عارف ان انا بخاف عليك. وقبل ما اكون بشتغل عند حضرتك احنا كنا اصحاب، وحضرتك كنت بتسمع ليا. عايز تقول ايه يعني؟ اقصد ان حضرتك مش مدي نفسك راحه، وكل مره تقول انا هبطل الشغل ده هبطل، ودي اخر مره اخر مره، وحضرتك مش قادر تاخد القرار. لا 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 لا، ان شاء الله اوعدك دي اخر مره. انا بالنسبه لي دي صفقه مختلفه عن كل الصفقات اللي عندي، دي صفقه العمر بالنسبه لي. بس ادعي لي انت صلاح ان شاء الله الصفقه دي تتم على خير وارتاح باقي العمر يا صلاح. ماجد بيه ما تاخذنيش، الشغل اللي حضرتك شغاله ده شغل حرام. بتقول ايه؟ حرام؟ جرى ايه يا صلاح؟ هو انت بتتدخل كمان في شغل ولا ايه؟ اتفضل دلوقتي يا صلاح روح. But they that will be rich by force, that will be rich at all costs, that will be rich very quickly and very suddenly, that will be rich by all means, crooked means, any means, unchristlike, unchristian means, they that will be rich, that say, I must be rich by all means. If the work I'm doing in the church is what will disturb or hinder my being rich, if my staying with my family as a man will stay with your wife and your children, if that is what will hinder me from being rich, I give up that family. لإني دعوت فأبيت وما ددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي، فأنا أيضا أضحك عند بليتكم أشهد عند مجيء. من فضلك داخل صفقة، مش هعمل كده تاني، داخل صفقة وأنهي كل حاجة. خرجوني من هنا، خرجوني من هنا، خرجوني من البيت ده، خرجوني خرجوني. ماجد ماجد، أعطني قلبك الآن، اغتسل وتطهر، انزع شر أفعالك عنك من أمام عيني، كف عن فعل الشر. ولكن إذا أبيت وتمرد تؤكل بالسيف. أيوة وهغسل إيدي دول، أيوة هغسل إيدي دول من كل حاجة لوست إيدي، كل صفقة كانت غلط إيدي دي اتلوثت بيها، كل صفقة غلط أنا عملتها. بس لا يمكن، سيبني أكمل العقد ده، بس آخد فلوس الصفقة دي وأعيش بيها طول العمر طول العمر. بس اتركوني اتمم العقود والصفقه دي، سيبني اكمل العقد ده، سيبني اكمل العقد ده للاخر. ايوه دي مكسبها، مكسب العمر، فلوس كتير كتير كتير، هعيش وهستمتع وهعيش حياه طويله. نزلوا الحبل، نزلوا الحبل، انقذوني، نزلوا الحبل،
انقذوني. ماجد بيه، ماجد بيه، خير يا ماجد بيه؟ في ايه؟ في صوت. صوت ايه ماجد بيه؟ في صوت بيتكلمني يقول لي انسحب. انسحب؟ انسحب. انسحب ايه؟ روح 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 انت، روح انت. انا كويس، انا كويس. روح انت يا صلاح دلوقتي. حاضر يا ماجد بيه. For the love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. اهلا بيك يا قسيس. ازيك يا مستر ماجد؟ خليني لما اكتب لحضرتك شيك لمشروع الكنيسه اللي انتوا بتبنوها الايام دي. في الحقيقه المره دي انا مش جاي لك عشان تبرعات ولا عشان مشروع الكنيسه. خير؟ عايزني في حاجه تاني؟ في الحقيقه انا جاي لك لاني امبارح ارشاد من الرب ليك، لاني شفتك في حلم بالليل وانت وعمالك بتنازع وبتصارع في مكان كله ضلمه. وبعدين حصل ايه؟ وللاسف انا ما قدرتش اعمل معاك اي حاجه. شفتك عمالك بتسارع، جبت اخرك وقعت في الارض وما قدرتش انعشك. انا وقعت منك وما قدرتش تنقذني؟ للاسف. عشان كده انا جاي لك وبقول لك، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واخيرا خسر نفسه؟ او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ في الحقيقه كلام حضرتك ده ذكرني بحلم انا حلمته، والحلم ده انا سمعت فيه صوت، والصوت ده كان بيقول فاني دعوت وليس من يبالي، مددت يدي وابيت. صلي لي يا قسيس. امين. انا هصلي من اجلك يا مستر ماجد، لكن من الواضح ان الرب ليه كل المجد، بيديك فرص كتير عشان تتوب. عشان كده عندك فرصة انك ترجع عن خطاياك وتتوب عن طريق الظلمة اللي انت ماشي فيها، وتطلب توبة تامة من الرب وتتطهر من خطاياك. استاذ ماجد؟ نعم. استاذ سمير منتظرك برا. خليه يدخل حالا، انا منتظره. يا سيس انا مضطر استاذن دلوقتي عشان عندي اجتماع ضروري تبع الشغل. امين يا مستر ماجد، وانا اسف كنت ضيعت وقتك. استاذ ماجد عامل ايه؟ اخبارك؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ اخبارك كويس؟ تمام. يا زند العروض كله تمام جاهز طبعا حالا، وهنقول كمان مبروك. اه استاذ ماجد مالك؟ شد حيلك. ايه استاذ ماجد؟ يا جماعه حد جاب لنا اسهال. يا جماعه مستر ماجد، مستر ماجد، مستر ماجد، مستر ماجد، مستر ماجد. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. When Christ comes, there will be people that will say, and I know. Judas regretted, and I know. Samson regretted, and I know. The people that know the way to heaven and the way to glory, and the way was spread before them, and they could easily have taken that way, and they did not. When the Lord comes, they'll be like the foolish virgins, and they would say, and I know. Then the wise virgins would have gone in, and then later the foolish virgins will come and knock at the door. Lord, Lord, open unto us. It's too late. Had I known.